مبسوطة كتير بهالشراكة. كنت مفكرة أنه بس رح تشتروا قماش من عنده صرتوا شركاؤه؟ إيه، جواد وشركته صاروا شركائنا بالمبيعات نور. والله طبعاً ماجد مو عادي هالزلمة، شو ذكي، ما بعرف بأي طريقة قدر يربطني بالشركات وباسطنبول بنفس الوقت. جواد أنت ما عندك حبيبة؟ لا، البنات ما بحبوا ستايلي لأنه ستايلك؟ بحبوا الشاب يعمل يلي بدهن إياه على طول، يعني إذا ما فيك تعملي لهم شي رح تتعذبي. قد ما ضحيتي مشانهم بتكوني بتحبيهم أكيد، بس بالحقيقة أبداً ما بفضل هيك شي. أنا بحب عيش كرمال اللي بحبهم. يعني؟ يعني عم دور على شي بنت بتحبني كيف ما كنت يا نيفين. واو، مهمتك عن جد كتير صعبة. اسمحوا لي قوم بقى. لوين رايحة نور؟ بدي شوف بابا، مشتاقت له. نعمل شي مخطط للمساء؟ يعني مشان نسهر كلنا؟ طبعاً بنعمل. طيب بشوفكم. إذا بقلك بتخبي السر، بس غالباً لا مو غالباً، هو متأكد أني رح أتعلق بهالبنت. عن جد؟ أكيد عم تمزح. هذا مو مزح.